دكتور ماجد، طبعا هنتكلم النهارده عن الباراثيرويد كانسر. في الحقيقه ده سرطان نادر اللي هو الغده الجارد الرقيه، نادر لدرجه ان في حاله واحده بس بتحصل كل في امريكا، مثلا اللي حوالي كل 5 مليون واحد عايشين واحد منهم بيجيله الباراثيرويد كانسر، يعني نادر نادر جدا، حالاته نادره، عشان كده مفيش جايد لاينز قوي تعمل ايه بالظبط. لكن عموما في بعض المعلومات اتجمعت على مر التاريخ الطبي، فيها مراجعه حلوه في الارتكل دي. ده مركز بيعمل الجراحات الغده الجرد الرقيه. المهم يعني المعلومات اللي استنتجتها من هنا ومن سايتس تانيه ان السرطان ده بتاع البارثيرويد كارسينوما سبب للهايبر بارثيرويديزم، بس سبب نادر حوالي 1% واقل، غير البارثيرويد ادينوما بيبقى معظم الحالات 85%، و15% بيبقى البارثيرويد ادينوما 2 او اكتر. بالنسبه ل طبعا احنا عارفين الهايبر بارثيرويديزم كيوراتيف ديسيز، ده كان بي كيورد لانه معظمه ادينوما او ممكن يكون في 2 ادينوما او اكتر. في معظم الحالات لما بتشيل سكسسفولي الادينوما اللي هي السبب او الاكتر 2 او 3، المهم لما بتشيل المطلوب غالبا العيان بيروح منه الديسيز ده اللي هو الهايبر باراثيرويديزم، اللي هو بيبقى عبارة عن increase calcium في البلط، لأن نتيجة إن البارثيرويد هرمون بيروح يأكل في العظم عن طريق الأوستيوكلاست ويخلي الإيه الأوستيوكلاست يطلع لنا الكالسيوم من البون. ساعات العملية دي بتبقى مش ملحوظة، بتحصل لمدة سنين وتجد إن العيان يجيلنا بمشاكل في العظم، آلام في العظم العظام والحاجات دي. المور كومن لأن إحنا بنشوف الكالسيوم كتير الأيام دي، ان احنا ديتكتد ايرلي قبل حتى ما يكون في اعراض. الكالسيوم برضك لما يزيد في الدم ممكن يروح ويعمل حصاوي في الكلى، رينال ستونز، او يجي لنا الانسان باعراض الهايبر كالسيوم، لان الكالسيوم عالي قوي لدرجه بيعمل اعراض غالبا فوق ال 11 12، وبيعمل اعراض. اعراض الكالسيوم العالي كتير ونون سبيسيفيك. في حاله الباراثيرويد كانسر بيجي بنفس الاعراض برضك اللي هي بتاعت الهايبر باراثيرويديزم، او ساعات بتبقى عباره عن ماس في النك وما بتفرزش الباراثيرويد هرمون، فساعات بتفرز وغالبا بتبقى التشخيص اثناء العمليات. الجراح هو بيشيل، فاكر ان هو بيشيل باراثيرويد ادينوما، بيلاقي الماس هارد ويمكن يلاقي انها ماسكه في التيشو اللي حواليها وفي الليمف نودز وكلام من ده، فساعتها بيفكر ان دي باراثيرويد كارسينوما. ساعات قبل العمليه تقدر تشخصها، خصوصا لو الكالسيوم عالي اعلى من الطب، يعني وصل 12 او اكتر، يعني سجست اكتر ان هو يكون باراثيرويد كارسينوما، والبي تي اتش اعلى من مثلا 10 اضعاف ده يمشي، والالكالين فوسفاتيز اكتر من 10 اضعاف، كل دول يمشوا مع انها تكون باراثيرويد كارسينوما ومش سيمبل ادينوما او 2 3 ادينوما. المهم الحالات دي بتاعت البارثيرويد كارسينوما طبعا اللي هتبقى اخطر في من الاسباب التانية بتاعت الهايبر باراثيرويديزم، ان الهايبر باراثيرويديزم بتاعها ممكن ما يروحش، لان الورم ده بعد ما تشيله ممكن يرجع تاني، او ممكن يطلع ميتاستاسيس متاسفز تفرز البي تي اتش ويفضل العيان عنده كرونيك هايبر كالسيميا. البيست سيناريو ان العيانين دول لو جالك وشخصته بدري وشلت الباراثيرويد كويس وكل التشو انفولفد، اي غالبا ان بلوك تشيل الليمف نودز وساعات تشيل حتى الحافظ الثيرويد ناحيه الورم بتاع الباراثيرويد. هو ما فيش جايد لاينز للجراحه كمان، يعني انت ايه كل جراح وايه واللي شايفه قدامه، بس تشيل على قد ما تقدر، لان هو في ميزه في المرض ده ان هو ايه ممكن لو انت شلت كل حاجه كويس ممكن العيان ده يعيش فتره طويله.
البروجنوز بتاعه غالبا يعني لمدة 15 سنة بيبقى لسه في 50% من الناس عايشين، وزي ما قلنا اللي هما بيعيشوا اللي هما الناس اللي هي بنبقى اجريسيف معاهم في التريتمنت، ان احنا والجراحي طبعا لان ما فيش علاج طبي الا العلاج هايبر كالسيميا زي اي هايبر كالسيميا. ساعات تدي بايفوسفينات، تدي البروليا، البروليا بتجيب نتيجه كويسه في العيانين دول، بس بتدي جرعه كبيره 120 مللي جرام كل شهر، مش 60 اللي بدأ عادة بنديهم كل 6 شهور للناس عندهم اوستيوبروزس. الباراثيرويد كارسينوما بتجد ان هم العيانين دول بعد العملية بيحصل لهم الهانجري بون سيندروم، لان طبعا البي تي اتش بيبقى اعلى ويقعد ياكل في العظم ويعمل لك حتى تيبيكال الاوستيتس فايبروزيستيكا اللي هي ايه، عبارة عن اكياس في الدم، في الدم في العظم بتبقى زي مثلا دي زي دي زي سيست كده خلاص. وساعات الدكتور العظم الكويس مثلا بيجي للعيان عنده آلام في العظم بيعمل له أشعة يلاقي الأكياس دي، يروح يعمل بقى ايه البي تي اتش ويعرف ان العيان دي السايتس فايبروزا سيستيكا دي سببها الهايبر باراثيريزم. اي هايبر باراثيريزم سواء الادينوما او الهايبر بليزيا او الكارسينوما اي حاجه منهم ممكن تعمل علاج. الاورام ديه طبعا هو علاج الباراثيرويد، لان اول باراثيرويد بي تي اتش ما ينزل بتبتدي العظم ده يحصل له هيلينج بقى، وقليل لما تحتاج تعمل بون ترانسبلانت لان غالبا هو بيعمل هيلينج في على مدى 6 شهور كده، يعني بياخد له شهور طبعا عشان يظهر. السايتس فايبروسيستيكا ده بتحصل مع اي حاجه في اي برايمري هايبر بارا او هايبر بليزيا او ثايرويد كانسر، بس ممكن تبقى اجريسيف اكتر في ثايرويد كانسر. في الباراثايرويد ادينوما بتحصل بس في حوالي 2%، انت تشوفها اكتر في الهايبر بليزيا او الادينوما اللي بتحصل مع الكرونيك كيدني ديزيز اللي هو بنقول عليه رينال اوستيوديستروفي. دي الناس دي بيبقى عندها البي اي تي اتش عالي تمام، وممكن بيعمل لهم الحويصلات دي زي بتوع ال بس النسبة عالية بقى منهم بيبقى عندهم. بعد ما الجراحة زي ما قلنا بعد ما نشيل الباراثيرويد اللي هي بتفرز البي تي اتش والبي تي اتش بتدي ينزل، بنبتدي يحصل بقى ايه العكس. الحويصلات دي اللي ناتجة عن الاوستيوكلاست دي كان فيها ايه الكالسيوم بيطلع من العظم يروح للبون عشان البي تي اتش الباراثيرويد هرمون. بعد العمليه اللي هيحصل الباراثيرويد هرمون قل بقى، فتجد الخلايا هنا الاوستيوكلاست ما بتاكلش في العظم، فبالعظم بقى جعان لان هو كل الحتت الفاضيه دي عايزه تتملى كالسيوم، فيروح الكالسيوم يملاها. يحصل لك بقى العكس، بدل ما عيان كان عنده كالسيوم عالي قبل العمليه، بعد العمليه الكالسيوم تلاقيه وطى، ودي بنقول عليها هانجري بون سيندروم. يعني يقول لك يعني وصفك كويسه فعلا او توصيف كويس، ان العظم بقى جعان عايز بقى ياخد الكالسيوم، لان انت على مر الشهور والسنين والبي تي اتش عالي كان بياخد منه الكالسيوم يروح للدم. دلوقتي بقى انت شلت انت الورم بتاع الباراثيرويد سواء حميد خبيث او غيره، هيبتدي بقى البي تي اتش يبقى واطي، والاوستيوكلاستس اللي بتاكل دي هتبطل، ويبتدي الاوستيوبلاست تشتغل والعظم يتبنى، والبعض ما بدل يتبنى ده هياخد بقى الايه الكالسيوم، يبتدي الكالسيوم يقل في العظم خاصة بعد العملية على طول بيحصل الهانجري بون سيندروم ده، والكالسيوم ممكن ينزل ويحصل هايبوكالسيميا وتيتانوس وتيتاني. التيتانوس ده مكروب بيجي للناس لما يكون عندهم مثلا انفكشن في جرح او بتاع، والمكروب ده بعد التيتانوس ده بيفرز بيبقى زي توكسين، بيفرز توكسينز ويعمل التشنجات، ده اسمه تيتانوس. غير التيتاني اللي هو نقص الكالسيوم اللي احنا بنتكلم عنه هنا في موضوعنا ده. الكالسيوم الواطي بيعمل لي تيتاني بقى، التيتاني يجي لي بقى بكرمبات شد عضلي، يجي لي بتنميل، يجي لي بتشنجات، بس الانسان صحي مش في غيبوبه. يجي لي
كربو بيدا السبازم، يجي لي بالرينجال سبازم، العيان يعمل الصوت ده، لان الكالسيوم الواطي ده بيخنق او بيعمل سبازم للايه لللارينكس او الحنجره، وده اخطرهم لانه ممكن يخلي التنفس يضيق. anyway يبقى احنا وصلنا للباراثيرويد كانسر سبب بردك للاوستيوفايبروزس سيستيكا. عرفنا العلاج معظمه جراحي، وبعد العمليه الكالسيوم بيوطى ويحصل التيتاني، ولازم اعالجه. غالبا بديله كالسيوم في الوريد كذا يوم ساعات اكتر لغايه لما يتحسن. هل اصلح الكالسيوم قبل عمليه الهايبربارا؟ ممكن لو عامل اعراض او كالسيوم سيفير، يا اما استنى ساعات، بس بنحتاج فلويدز نديله اي في فلويدز الكالسيوم ينزل والمريض عنده اعراض يتحسن، وساعات نضيف الليزكس. لو مستمر بنضيف البايفوسفينات، وقلنا في باراثيرويد كانسر زي ما اتفقنا بندي البروليا. ثانك يو دكتور مجد طمان.